سؤال يا بنتي، كنتي مليحه في الخارج؟ كنت لاباس عليا يا خالتي فاطمه. ما حكيتيليش، قولي لي واش صرا راجلك؟ كان عندك معاه دراري؟ يا خالتي فاطمه، واش نحكي واش نخلي؟ كنت عايشه هايله مع مولا بيتي، حتى ماليه كانوا يحبوني، ومن بعد داروا عليا. هو كان طبيب تاع الاعشاب، كنت نخدم معاه في الحانوت. بعد زوجنا بعامين داروا عليا ماليه، وما عرفتش كيفاش قنعوه باش يعاود زوج بنت بلاده وتجيب له دراره من اصله. وعاود عليك وعلى بالك يا بنتي في الخارج، لو كان ما يزوجوش بربعه ما يتهناوش. في الاول رفض، كان يحبني، ما عرفتش كيفاش قنعوه ماليه الغربه، وزيد يعاود عليا الزواج. ما نكذبش عليك، مستحيل نقبل مرة واحدة أخرى تشاركني فيه. قررت نطلق ونولي لبلادي. وطلقتي بسهولة؟ بالنسبة لي ولماليه لازم نعفس على قلبي ونقبل زواجه. على بالك هما يوقفوا معاه مهما كانت الظروف. ومن بعد تفارقنا بالمناحة، ونقول لك كانت أمني المستقبل ديالي وعطاني الدراهم وجيت. واش نقول لك يا بنتي اللي راح نقولو كي قلتي الغربة وزيد الراجل عاود الزواج؟ بصح نقول لك حاجة، انتي جايحة وعلى ما جبتيلوش طفل هكذا كان ما يسمحش فيك. والله والو يا خالتي فاطمة، عندهم الراجل كين ويعاود الزواج حاجة ما تشدو. ونقول لك يوقفوا كامل معاه. الحمد لله كي ما جبت معاه دراري، ربي يحبني. مازلتي صغيرة يا بنتي، تزوجي وتجيبي دراري وتفرحي بيهم. غير هذاك اللي ما نخممش فيه، انا درت حاجة في راسي، ندير الحانوت ونخدم واني عايشة مع بابا، لاباس عليا. ولا قدرني ربي نجيب ولد ولا طفله نربيهم، وعلاه لا؟ شابك هنا؟ لا لا، الله يبارك ما شاء الله عليها، كل قمره كنت تشوفي شحال يتزغط في قلبي. سعاد بنتي سمعيني، انا نقول لك حاجه. خل خير، انا لطيفه ماهيش عجبتني، هاكي تشوفي حالتها ملي مات زوجها ماهيش مليحة. لو كان تلتاي شوية بهذيك الطفيلة وتقعدي معاها. راني نشوف، بصح قولي لي واش حكاية الشيخ اللي وقف عليها في المنام؟ لطيفة ماهيش مليحة، ومن بعد تولي لعقلها. اوا ما ظنيتش يا بنتي وكتقعد في هذه الحالة. لا 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 لا، ما تقوليش هكذا، ما نحبش نسمع هذا الكلام من فمك. لو كان تدي معاك الطفله ولا لا تقعدي معاها هنايا وتلتهي بها حتى تبرى لطيفه وتولي عقلها. عندك الحق، ملي جيت ويا لاتياب هذوك الصوالح فهمت مع بابا بلي نعيش معاه. كديها معاك للدار ونهار تريح لطيفه نعاودو نرجعوها. واش قلتي يا بنتي؟ على بالك انا اني حابه نديها، بصح خفت لطيفة اختي ما تقبلش. إلا بك على لطيفة، لطيفة أنا نقول لك حاجة، لطيفة خليها عليا. صح، أنا نلتب لطيفة نديها معك. نديها، ماذا بيا نديها، دخلت في قلبي يا خالتي فاطمة. الحمد لله يا ربي. ولا لا مازال ما ناضتش؟ وش بيها هادي؟ كاهينة، كاهينة راح نشوفها خير.
كارينا. ها بيان سور. صباح الخير بنتي. صباح الخير ماما. ماشي عوايدك النهار تقراي تنوضي بالصيف واليوم كي ما قريتيش نطي بكري. ما نتفاهمش انا وياك. صح ماما شفتي النهار نقرا ما نمس هادو ما نمس الانترنت. عليها راني ساكته. صح ماما 8:30 ما تروحيش تخدمي. على بالي بنتي لازم نروح اليوم وراهم ساعدني الحال كي ما تقرايش اليوم باش تقعدي مع جدك. جدك هو بزاف مريض ولازم ناخذ ايامات باش نصيب له وحده تقعد معاه وتتهلا فيه. هاني خايفه يجي النهار وين يحل الباب ويخرج. انا واش راني ندير هنا؟ صح بنتي على بالي نقدر نتكل عليك. هيا نروحها تهلا بزاف في جدك وبالك يعني بلا ما نوصيك. ماما بلعب. ما نسيتي والو. وش نسيت تاني؟ المصروف اليوم ما كاش قرايه ما انتها ما كاش مصروف. ماما خلاص تفاهمنا العشيه نتلاقاو كيما وصيتك ما تنساش. ماما العنب اش تعدى؟ انا قالت نحبك بنتي. هاي راني رايحه بنتي راح عليا الحال. باي باي. جدو تعب هاي تعب جدو ولا تعب وش بيك ستعب هاك زعفان لا الحليب جدي اشربه مادام سخون. انت شكون كاهينا جدو انا كاع ما عرفتنيش بنت بنتك ما نشربش هذا الحليب حتى نجي ساكينه. ماني ساكنة الله يرحمها جدو ماتت يا سعدة نسيتنا كاع على جالها. علاش جدو قلت هذه حوايج ماشي مليحة على ساكنة. ساكنة ما ماتتش حتى عندك تولي ان شاء الله. خلاص اسمح لي جدو نهار اليوم الله يسلكو على خير. هنا نعم جدو باش يكون بسعيد انتي ساكنه شوفي حطها انت تعطيك الحصان. ما عليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اختي ما سيبش عندك تيزانه لي كارما هكذا تكون ناحيه التقلاق ومنطون انسان ترقد شويه. كاين عندي حاجات بزاف بصح قول لي ما عندك حتى مرض؟ ما عندي حتى مرض بون لاستون. ماكش شرب في دواء واحد اخر ولا؟ مانيش نشرب كنت نشرب من قبل لي ميديكامون عييت منهم حبيت حاجه ناطيه.
صح عندك الحق، ما كاش كيما طال حاجه طبيعيه. بو عندي حوايج بزاف، مي انا نقترح عليك هاد زوج حوايج، مي من الاهم تاخذ هديه باسكو فيها بزاف حوايج اللي يفيدوك وما يضروكش. انا ما دبي تكون حاجه افيكاس مجربينها الناس ومليحه، ما فيهاش اثار جانبيه ولا لا لا. هاد الخلطه مجربه ومليحه. الله يبارك. شحال السومه تاعها؟ هادي توسي 40,000. غاليه شويه. كيفاش غاليه؟ انا كنت نشريها اقل من السومه هاديه. شحال مال تشريها؟ 25,000 وقيلا. لا لا خويا واقيلاك غلط، بالك عطاولك كاش ماركه واحده اخرى. ما نعرف، المهم هكذا ساشيات تيزان هكذا. واش عليه نخليها لك ب 35,000؟ ما تساعدنيش. اخلاص خويا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله مليحة هادي. استغفر الله يا ربي. هسه قالت. ويك هنا. واش كاين تاني؟ ايه خلاص كي عاود يولي لعقلو يشرب الحليب ديالو. ايه خلاص العشية كي ندخل. هيا كهينة الله يسجيك. هيا بنتي هيا العشية ان شاء الله. عييت من كل هدايا. يا ربي العزيز عطيني صبر والعقل. مهبول جايح تاعي ضربني بكاسه قهوه. شوفي كاين والو خالتي زليخه. صح فهميني واش كاين؟ واش نفهمك؟ هذا الراجل هبلني خلاص، كرهت منه الحاجه اللي نديرها له ما تعجبوش. معلي ساكي برك ساكي. واش تسعفي كل نهار حكايه؟ اليوم قال لي طيبي لي قهوه، طيبت له قهوه تسخف كيشرب هذا قال لي هذه خفيفه. رفد الكسر ما عليك تشوفي. شتي ماشي حق عليها مي مصطفى، دي باس لي ليميت. وراه يماك ما كاشها. شوفي لك شي حاجه نوسيها وما على هاد الاخر باش ما يخرجوا لي الشلافط هذوك. اه قاعد واش اصلا زقاه هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما كاين والو جدي، خاتي زليخه مسكينه مريضه شويه. يا مريضه تروح للسبيطار، ما تجي تكسر لي راسي هنا صباح الله. سمعك خليها تسمع دك الحوزه مداري كاع او قبل يا حبيب حكمتك نجمش نشرب الحليب الترونكي. جدي انت اللي ما حبيتش تشرب الحليب. ما تخافش انا رايحه، انا رايحه لواحد الشيبوخ، انا رايحه شيختني امك عملها. هم الهم ماني مليح. صاحبك راه هضر كلش وقابلني انت اللي ديتو معاه، راه حصل كلش فيك. انا اللي حاب نعاونك هذا ما كان راك حاب تروح الحبس. صح انا خاطيني هو يعرف كلش ومالو في خدمنا انتريسيتي في الدار. هو ثانو يهضر هكا. ايش تحب تجيبو نقابلو نجيبو. صباح الخير يما. لا بس انا في الخدمه. علاش كش ما كاين؟ تعيش وليدي كي تخرج من الخدمه تجيب معاك خوك. اه يا داكور كي نخرج ندوز نديه. راه في لاسال دو سبور بالك تنسى. اه هي ما علاش ما فنساه. نسيت المره اللي فاتت كي كانت عندك الخدمه رحت وخليته.
الحكايه دي عندها عامين ومازال ما نسيتيهاش. نقصر معاك وليدي، ربي يخليكم بعضاكم ويخليكم ليا ان شاء الله. لا تقلقيش يما، كي نخرج انا نجوز نديه. هاي داكور يما صح. هاي واش قلت؟ تروح الحبس. انا على بالي بلي انت خاطيك. هاي نعاودو كلش، احكي لي من الاول. خلاص ريحتي شويه. ما نريحش، كنشوفهم قدامي. سامية. يا سامية. ما حبيتيش تبدلي. جواد وسفيان خلاص درك. راهم زوج رجال الله يبارك. لازمك تفهمي هذا الشيء. فاهمة عزتي. بصح انا ماذا بيا نشوف ولادي قدامي باش نريح. ما على بالي كبروا، ربي بعد عليهم العين الحسات. الله غالب، ربي يهدينا ان شاء الله. امين. كاينة راكي حارقة اليوم. تعرفني انا نحرق. انا مقلقة. وانتي واش قلقت؟ بحرت شهادة مدرسية تاعي بعدش كاون حطيتها وانا لازم نسحقها. سمحي لي هذوك يمدوها في دبدلاني وهي مكتوبة فيها لاضة وقتاش يمدوها وقتاش ينحوها. انا ما درتش عليها فوتوكوب. كي على بالك بلي حتى الشهادة المدرسية فيها لاضات. علاش جامع قريت؟ علاش راكم تدو في لافاك؟ هذيك قالوها بكري. عندي الحق اللي يقول لك يوروب يعني الغربة. والكوميرس سي با دوني ا تو مون. واش كيف؟ صحة صفية؟ صافا صافا بيا الحمد لله. الحمد لله. انا نروح قاعد على خير. جوز جوز ريحي جوز. قلت لكش اليوم كنت طالع في الكار مع من تلاقى؟ مع من؟ قول لي في بالك ما انا على بالي صاحبة كاهين ديك سارة. بصح اسمح لي يا اخو شحال زواخة بزاف يا اخي. شحال تعس الناس خو خليك طفلة ترونكي نروح. قلبي وشطني الله. تخميمتي قلبي وشطني الله. كيش ترقدي الليل راكي تخمي في الخمري.
لاباس بيان هاي نروح هواي خلاص في انا كيان والله راني بزاف عيان يا اخي الرجل هذه اللي عيط لك جدين نعملو كان ما يتليش تا كاين اللي عيط لي شكون انا جاب لي ربي هذه ما شكون عفاري ما غير ولا عندك واحد اخرى تخمم فيك وما لاباناش ما تقلقش روحك على خاطر مازال ما لقيتش اللي راني نحوس عليها تاع الساعه ما تلقاهاش ان شاء الله الصفر والعين الخضراء روح اصيب وحده كيما هذه اي خليك مني شويه قول لي ماكش خمم هزواج لا انا جاب لي ربي هذاك وهو الحق الوقت برك اذا نسري مازالها في بالك كنت بدي الهضره ماشي خير وجدت في الجامعه اليوم على كل ما نجبد لك هاد السيوشي تقلب لي الهضره ياك تقلت لي الدنيا بالمكتوب ايبا نسري نكتبها لك شربي ماشي فان دي موند وتاني انت تستاهل واحد اخر من اخر انا نقول لك وما تستاهلش ما هي الحب تاعك وربي تاني خلق وفرق وكل وحده كيفاش ماشي كاع نسى كيف كيف نزيد لك حاجه زيد نسرين ما تستاهلش واحد ببون كيما اخويا العزيز راني تفلسف اليوم اسمع راك حطها بطواقع سيبو خلاص راني سكت هذاك على سكت خاطش راني عيان برك هذا ما كان سينو لا بروشين فو والله ماني ساكت غير حتى نهبلك عرفت عموما انا شويه صافا باش ما تولي لنا سالم غيلاس ان شاء الله جيب لنا دو ميداي ولا تروا ميداي الاربعه مش فعلا كنت سالك قلت لي امال ما تعرفش تاهم راك حبسني لا شامبيون دي موند يا اخي يا صاحبي راك بيان انت يا الحمد لله الحمد لله مشاي ما يتخاف عليك بزاف ها انا جدا هذه هي بلي عيد كليب في الخدمة عيد كي يجوز جيبو ما تخاف روح ليه ديه جيبو نساش تخطرو على بالي أباري ما كاش كون يخمم فيا بصح المهم قرانا مليح وخلاص سير تقول لي جيب ليسونس ندير لك كادو شباب ان شاء الله تزوجت من بعد صح والله غير راك حاب تهبط على بالي يعني شو دير لك حاب تهبط ان شاء الله يمان تلعب ربط معني شو بيبت صباح بخير بصحتكم لا يسعدك ديما باشت واحد الباسكات بزاف شابة على باب لح تقولي لي عندك بصح دي بزاف شابة عجبتني بزاف بزاف شابة شحال دير ماشي غالية بزاف واحد قريب مليون سما مليون ومية يا قريب مليون هذا كبش ما هوش صباط شي غالية شوية ماشي غالية
انا على بالكم ماشي عش قدوه مانيش حلقه وحده كيما هي ولا غير عجبتني هي. انا خلوني نروح حتى انت عارفك دوك دول على عقلها وهي تقبل. هاي البومبيا عربي اللي مش حلقة واحدة كيما انت. ما انا نقول لك حاجة، اليوم عليا طابلة، انا خمل طابلة ونغسل المار. هاكي قابلة؟ قابلة. خلاص ما لا تكون عندك بالقص. ايه. عنده الحق سفيان، وحده كيما انت ما تستاهلش قلبي كامل. عشرة تاع ست سنين بدلتيها في نهار، قتلتيني على جال فرنسا. والله ما اسمح لك كما يتنحركت صغيرة عادي حركتي لي قلبي. والله ما اسمح لك الدنيا ماشي نهار والله.